مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأدب. ضيف الأدب في هذه الحلقة يستضيف لكم الأديب الكبير ونائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عبيدي بول سالم. السلام عليكم عبيدي، كيف حالك؟ مرحبا وسهلا. يا لباس يا معازيم. مرحبا. شرفنا حضورك للبرنامج، وعندنا سؤال نطرحه لكل ضيف، من هو عبيدي بول سالم؟ عبيدي بول سالم لا واحد من أهل موريتان كيف قالوا الأخوة. أنا واحد من أهل موريتان ومن مواليد 64 في نواكشوط، بدأت تعليمي فيه وعقبت انتهيت فترة متأخرة بعد داخل فيها الفترة المهنية الثانوية العامة في الأدب، وعدلت كلية القانون وقبضت منها ليسانس من القانون، ونعمل دركات إياها في بليدة خارجة عن ذاك اللي هو إطار الطبي نشتغل دارك فيه. هو ما شاء الله وديب ومولي ولاك ذاك الوجه الآخر ما شاء الله هديب معنا كان. سابق ندخله في الحوار مع عبيد والسالم، لكن باسم البرنامج نعزي موريتان الله يبارك، ونعزي الشعب الموريتاني، ونعزي أسرة المرحوم الفقيد اللي هو محمد فؤاد. شكرا لله الحق. معزين موريتان قاع كاملة، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. ونختار سابق نحاور الضيف هون طالع عقال الأديب الكبير دمبو الميداح اللي ثار الفقيد، نختارنا نبدأ بها. قال مشى منه مفاتم تل يوم الجمعة تل علي والمحمد فال ضمين الحل والدرجة ورفود الكيان اخلى عنا مقل، فصلنا كنا في النقصان بحدس ومن هو شقال قايد محنك بامتثال الدين والمروة، وشقال السترة مجرب فيتان الخير بالملاس وتجبال في ميدان الحرب الشجعان، امشى غير الحمد لله خلى الأولاد والأهل وراها على ذاك السير اللي يرضاه، وخلى زاد في طلع وقفان ذكر تراجل ذبت مزاه بلا طيش ولا هو شنآن ولا شنآن ولقط طغفل باطل رمشة تشهد له بيها موريتان عم موريتان إلين بشيء يعطيها الله. لا إله إلا الله يعطيها الغفران رافع عن الله. غريب هذا المنبر هنا ذنبه الميداح والله طلع تلقى زي أنا شفته مرضيته، وهو هذا الراجل أنا مولي عندي معاه رواية أنا قطعت في جمعية قال لها الرجاء، كان هو رئيس الشرفي اللي هو علي والمحمد فلا يعطيه الرحمة الله فلان، وكنا نلقاوه يعطينا ذيك الساعة احنا جماعة من الشباب يعطينا ستيرنات نوزعوها في الكبات كضو، وكان هذا وعند من نقبض الرئاسة ذيك الساعة عيطنا مثلا هو ذيك الساعة رئيسنا الشرفي عيطنا ولقانا باط في الرئاسة وقالنا ياسر من الكلام المطابق ومثلا باط عني كنت عندي الله يرحمه. الله يرحمه. نشكر من هذا المنبر دمبول الله اللي شكرا له هذا الوعد طلع ولاه وحدها الله يقوم قال له ياسر من لغنه زين شفتوا له الدار اللي قالوا طلع زين شفت ياسر من الناس تعرضها يسوى عليه ما يا اخي الا ما حضرت مكان ذاك والله ما هي معتاده اخترنا طلع من ذوك نصوص طلع الدمبه غريبه قالوا له دبا. اذا نرجع لضيفنا عبيد، شنو هي الساحه الادبيه اليوم عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاكر كنت ميدنا وشاكر قناة الوطنية لأنها تعدل ياسر اهتمامها بذو المواضيع واهتمامها بالساحة الثقافية واهتمامها بالأدب، لأن الأدب كيف ما نقول دائما هو الأدب هو الوعاء اللي يجمع الأدباء ويحتضنوا فيه جمالياتهم كاملين ويتجابروا فيه هم اللي القيم والمسلكيات، وهي الشعوب لا تنسجم إلى مع تراثها، وهذا القنوات اللي يعملوا على لا أنا شاكرهم وهي من روادهم. هو الساحة الأدبية إلا بخير الناس لا كل شيء تقوله يغير كلها يتكلم عن أخبار رأيته هو الساحة الأدبية بخير فيها شيء من الناس الكبار الكبار الأدباء اللي ما عنهم مصيوب ولولا هما قاع ما يخلق شيء، وفيهاش من الشباب اللي والله ذا اللي يقولوا ما قد ينقال زين ذا اللي يقولوا وزين هما اللي قرايحهم جميله جدا
وهذا منين يختلط يخلط تعود في مساحة أدبية، غير منين يعود في جماعة من الناس الكبار يقولوا هذا الشاشر ولهم قاع كذا، والله ملي فهم جماعة من الترك يقولوا هاو كهول مدقدين روسهم ما يصلح شيء. احنا امتداد مدري كان هذه نسموها سمحوا له دابا نسموها تناتير الدرج بين الاجيال. ذاك حد ما هو قابل الجيلوية، ما هو اديب. الاديب يعرف عن الجيل يمشي ويجي جيل اخر وراه، والجيلويه ماشي هذا من ساعه القنص يعود الرياضيه ويعود هما اللي يعرف عن هذا الناس اللي هي خلقوا راهم مازال يخلقوا راهم واحد يخبر منهم ادباء. وقايل هما اللي عن ذوك الادباء القدماء اللي فاتوا قالوا يكسع الواحد يضرك يقولوا هذا ما قالوا شيء مجاني، هما ما هم اللي يوصلوا اللي قالوا بيه، لهم هما احنا جبرنا على انقاضهم، هو اللي عدلنا اللي عدلنا وجبرناه، ولو ما راوه ما خلق شيء. وذوك الادباء القدماء يعطينا نمجدوهم ونعدل لهم ياسر من هذا، نحترمهم نعترف لهم بالجميل. من رأيك كان هذا تناتير الدرج اللي خارج الأدباء اليوم كانوا يخدم الأدب قاع ولا ما يخدم؟ ما الله ما يخدم الأدب اللي يخدم الاحترام وصدر الأديب قاع. هو شنو السبب وقاع؟ لا نقول لك السبعينيات زمن ذاك جيل ذاك وما نعرف ولا أنا شاك بعد عن فم نقاش في القضية. ما الله يشتم الى خلق هو لا يقول لك يشتم الى خلق. هو السبعينيات كانوا في مجال، هو قاع الانقطاع قط خلقيتان الاستقلال، فتره الاستقلال الفتره قبل اللي خلق فيها سابقها شوي خلقت وفاه، ولاحظت وفاه ياسر من الادباء الكبار. تخلصوا لابنه الحميد متوفي شي 30 متخلص، وهذا قربهم لهم 52 متوفي فيها، ولا دبه 59 وفلان. تجبر الادباء الكبار كاملين مشاو، وفتره الاستقلال جات فتره من الناس زين عندها قاع نصارى وحمارهم وخلق ذاك، ولذلك اشتغلت عنه وهي قاعد حمات عليه روايه. عن كبار الادباء توفوا سابق الاستقلال، ياسر منهم بقاوا في واحدين فعلا، وعنهم اللي الجماعه اللي جات ما مهم قاع عندها الادب، واشتغلت الناس عنده هذا عاون في ذاك. منين للسبعينيات خلقت طفره، خلقت ثوره في الشباب يحيا الماضي، وذيك الثوره ذيك اللي خلقت نفعت الادب زين وخلقت فيه. يا غير هم اللي عدلوا روايه، هم ذوك كانوا يقبضوا طلع على محمد الاحمد ديوره، ولا طلع على ولا القصري، ولا الاولاد بو، ولا لربان والمحام، الله يقبضوا طلع من اي بلد، ويهوى لهم هي زينه وذل فيها زين وبسيطه، يقبضوا هم يحاولوا عنهم يعدل واحده كيف غير يظهروا فيها العتنه، يلودوا الشيء يصنعوا فيها العتنه، والنوع ياك يظهروا عتنتهم، ولذلك فقد شمنه فقد الادب شمن حيويته، وجبرنا ادب قوي مفتول ومبروم ومعدل يغير ظهره في الصنعه عنهم مصنوع. وهم ذو كان عندهم عفوي. هذه الصل الفتره بالذات هاي بدت مع اي جيل؟ هاي بدت مع جيل السبعينيات. هاي بدت مع جيل السبعينيات كانوا لا بدا لهم شيء معقد، شيء ما هو معقد قاعد يقولوا ما هو غنى. قط في مقابله سمعت عند عبد الله السالم المعلى في فتره عاد هو اهم عنده الشكل. هاي الشكل طبعا هذا هو اللي قلت لك. اذا ياك نعود واضح الجمهور انا ذاك زين عنده الشكل، زين عنده الشكل من مضمون وراه، ولك الناس تقبلتهم ولي. وعاد واحد يقول قاف ما ينتقط، وعاد واحد يقول قاف حروفه كامله متلاصقه، واحد يقول قاف ما في هذا ايش دار الانحطاط في الشارع الفصيل كثار الانحطاط، ويقول قاف يبدا بكلمه وينتهي بكلمه، يقول قاف مقفول وهذا قط. ولهنا اعطيك مثال خالد قاف هون الشايع يقولوه الناس عنه الكويري، وانا بعد ما نعرف وما يقول الكمبان هذا نتاع الوركان هذا فطان ماله ياسر يا غير من ذاك النوع. كيف؟ يقول لك الله الاماره كذا في الفن، الاماره الفن وفزوان الشعراء، لا الاماره لا هي تقبلها كمبان بها اللي من تعلي وراء كان يقول هي تبدا بكان وتنتهي به زين. حتى هذا يقولوا له ترول وتعرف واللبن ولا حميده ولا احمد محمود ولا يترك نتاع عبيده اللي راد المعبود واللبن ولا يقبض يعود قاف مزقنا والله ما قبض يتم يتورني يرولي. هذا تقنيات فعلا خلقوا في السبعينيات زين، وبدايه قاع الثمانيات تموا للثمانيات بدات الناس توفى منهم. وعاد حد يقول لك قاف ما في حرف ينقط، وحد يقول قاف كيف تليبيا ينقرع الهوك وينقرع الهوك ذي صليت. وعادوا خالقين فيه القطاعات مع راسه، ذاك ما كان خالق. ذاك ما كان خالق يا غير خليك تعرف ناتج عنهاش. انا درك من نعود نتقاطع مع اصحاب مع راسي معناها انه ضعفه، معناها عن اصحابي ما هم غني
بيلي لو كنت انا راك حاس عن ميدان لهن ما اجي معاه نعدل معاه حوار له قاعد نقاطع ميدان مشي لو قاف في شي سوش قال ما يقعد ما عندي اصحاب مغنيين له انت ما نقاطع راسي ونقاطع عائلتي ونقاطع جملي ونقاطع وتي. لماذا صه الشباب اليوم فهم البعض اذا كنت ناقشوا في الحلقه الماضيه انه فهم البعض يقول عن اهل السبعينيات اهتموا بالشكل اكثر لين خسر عليهم عاد ترى طالع ملانه من التروس. انا نقول انه انهم اشتغلوا عليه غير ما نقول انه خسر عليه. ما خسر عليه. هو ما عدلوا في الكم من التاريخ وصلتنا احنا يا غير وصلتنا شيء ناضج حتى. ايوه احنا وعدنا نخلطوها مع ذوك الماضي ونجبروا القوه ونجبروا الجمال. نجبروا جماليه الشعب لان احنا درك الشباب اليوم وانا راني شفت والوالد هذا يقول شيء ما يقدر ينقال والامير احمد سالم اليوسف كيفته واحمد دول يوسف يقول شيء بسيط وقليل ولا يقدر حد يقوله والتاهل له بوته ولاني قاع كاملين ودوه البنيوك هذا الشباب يا غير منين تخلص استفادوا من ذاك التعقيد واستفادوا من ذيك البساطه الماضيه وعدلوا جيل ثالث. انا نقول لهم جيل ثالث انا درك نقول الجيل الثالث اللي بدا يعدل يقولوا شيء بسيط ويقولوا شيء ما هو معتاد به الزين ولا فيه ذوك التعقيدات وعاد ياسر فيهم الغن اللي قصير مات لا حتى وقع عندهم عندهم ياسر وانا انا خلقت لي مسألة في ذاك الزمن انا قط بدايه بدات اللي انا قبل مغني ونعطي شيء نلوذ في غناه وعيت نجبر في ذاك الدور عيت ما نجبر فيه باحث هذا هو اللي بدات انا بدات لغنا بحث عنه وجمعت وساب نقول طيت ياسر قاعد نقول منه ماني راضي عنه فطن استقاع ماني راضي عنه وانا اختارك بعد تقول لنا بدايتك معاه واول شيء شفت انا دائما نسمع الناس من تقول لهم اول شيء باو يقولوا يا غير انا بعد لا نقول لك اول شيء وراه ولك ما هو موزون ولا فيه المعنى يا غير بعد اول شيء لا انا عندي شجاعه دائما نبحثوا عنه هون وتو شوف انا نعرف لك انا اول شيء قلته قاف والله عليه مقاف محمر قاف اللي نقول لك اول قطاع اللي عدلته لنا قاف اول قاف قلت له احنا ساعش من الشباب احنا في عصر واصحابي وحد قاع ما يقول لغنا ما يقدر يمشي معاه ولا بد لي ان نعود نقول لغنا هذا ما هو اولاد بيات هذاك اولاد بيات عصر اخر ذوك بهم بالتبني هذا واحدين عصر اخر قالوا لقطه يا غير لا بد لهم زادوا من لغنا لا بد لهم اولاد بيات اكاديميه وهذا ثانويه سمعت ومنين نجي دارك الحد منهم لا بدالك تقول شيء موزون ولا تقول شيء والله تقول شيء متقرح والله شيء بعد ما هو مألوف زين ياك تعود واحد منهم زين وفيهم دارك فطن واحدين ما فيهم واحد يلوي تاف الويتي غير كلامه ويعرفوا زوان وفيهم كيف واحد قال له دا ما يبرم تاف الويتي غير ما تحرك عصبه ما قال لك هي فاش ولا قد يقي ويعدل شيء نياويه ولا رعونه ما قاله ومعانا واحدين يغنوا ولا مفتوح في زوان مفتوح في زوان وفيهم واحدين مغنيين وشو ديك الساعه احنا عندنا صاحب التركه مازالوا في الباديه ونسمين ونحنا لظروف معينه الحمار وقلت له انا اول شيء باطل نقوله قلت لهم قالوا لي لا بد ان تقولوا له قاف قلت لهم فيكم واحد بزرولو راك ما موزون فيكم واحد بزرولو ذاك الفوق والشريط وراه بعد مبور ويبتل لا بالزيت هو موزون بالمحص وهذا اللي غريب عندي اني ورا ذاك اللي خلص هو اللي تافلوت تيدوم واحد بتيت ناقص ما ناضج وعفوي هذا نجبر دائما المغنيين وانا ضد الروايه يقول لك كلهم يقول لك ما يقدر يقول له ولقى انا بعد هو قاعد البرنامج وانا ضده بي اللي انا دائما اسوي يلا طاق تسوي لهم البدايه وزين عندي انا هذا كان من اول البدايات وعقبت عرفت راك انه ما هو يا غير مستابط نقول لك انا ما شاء الله انك عرفت استضافت عنه عرفت انه ما هو ناضج وعقبت ما شاء الله قلت تسبح عدت اللي انا هذا ايوه هذا من ناحيه البدايه ذوك الشباب اللي عاد دارك كهوله راني هما تعرف كانوا عصر ما حد لنا في الباديه كانوا قالوا لجنه وعصر كبير وفيه جميع هو العصر هذا لابد تعود في الناس تقول لغنا هو لا نقول لك هو السبب نعود انا قاع هو تاثيري علي انا لغنا هو لا كيف الاعصار والمهاجرين لكن الاعصار ايه الاعصار والمهاجرين عند لابد ايه والله شو الناس متكابر يا غير كلهم تقابلوا هو صار فيه روايه هو عصر فيه جميع طوائف المجتمع وفيه عناصر وفيه ذاك ومطاول يا غير كان سابقه في عصر قال له الكادحين وقبلهم سماه اللجنه اللجنه العسكريه هاي 79 وثمانين يسموه اللجنه العسكريه يسموه عادوش من اللي انحاب راهم عليك فيهم دارك القاضي محمد الرحمن للشدو اللي معروف شاعر ومغني هذا هو القاضي تحقيق في المحكمه الجنائيه محمد سالم الجدو هذا اللي مؤلف ياسر من الكتب زي طاووس في تحقيق وعنده ياسر من الكتب وعنده كتاب دارك عنده اللي قال له
ادب الرحلات عنده نار وقنار دي دم دكار عنده ياسر منه هو ذاك من هذا من الرواد الكبار فما محمد بن عبد الصمد الدكتور اللي هو هنا تياه في التاريخ وفما استاذ مفتش فما مفتش محمد الله والباه اللي نقول لك قاف قط طول النهار ترسل لي الصوره على الفيس بقفته ذيك ساعه نعرف وانه وراسه كحل وقال لي ذا منهم قلت له هذا العرف العجيب كتبته تحته هذا العرف العجيب لك حلو هذا العرف هذا العرف العجيب لك العرف العجيب كذا وكحال الراس فبل له عاد الشيب والصلعة غير خلاص تعرف هو ما هو منسوخ ذاك قال تقاطع زاقنا في قيفات وما فيهم حد ما يقول لغنا هذا مجموعة من ذا الجو هو اللي بدأت أنا نقول فيه لغنا وكنت ساعة لم نقول شيء يضحكوا فيه غير عقبته وراهم على كثر ما تاو يمتهنوا لغنا قليل منهم حد دور إلا إلى عدلوه كيف فما دويدن ولا محمد ولا الشيخ محمد ذاك مغني وشاعر وزين حسوا ذاك راهو زين حسوا بالتميز عنهم لذلك تعطيني نصوص من الاصحاب العصر هذا كله وتعطيني منه نص لا هو شفت كثرية نصوص ما حضرت وفيهم بعد الشعر الفصيح وفيهم هم اللي دويدن هذا عنده مكثر قاع اسمع ما نحفظ له ذلك الشيء غير له نعطيك عند رسول الله لهنا اعطيك نصوص توف اللي انا ولا الحد منهم الى ذكرت لا ولا انتم كامل دور شفت انا قبيل اخترت نبدا بالمدح اياك عود مش شاسعه انا قلت في الرسوم ذوك القط وعدلوا عافاك انت ما فيك العيب واللي ذمك لاهي من دين جوهم طارق ونشاشيب ونجوه حدج الحديد الحي لا رسم تمددون هي رسم معبر عنها هي اذا مارت عنها مكريه والكاريه هي علم باللي صبحتي لما حمجيه كامل ضد اللي يعطي حي والمديده ذيك مبنيه شارع عاده اللي حريق البي والشقاوه الازليه والخلعه في الدنيا والزي وعاد نحن هذا كي والعلاج التالي بالكي وعدنا يا خاتم الانبياء كيف تكنا يا ابن قصي عفاك انت ما فيك العيب واللي لمك له من دي نجو مطارق ونشاشي ونجو حدج الحديد صلى الله عليه وسلم وفيه هذه موجة الالحاد اللي عادت تنزاد كل نهار في البلاد قذا تلميح بشي خاسر ينشاد به وشي شين يطيح طلبتك الجوال طيه قطعة تسبيح واجعلها كرامات اشتدت بها الحين قطعة تسبيح قطعة تسبيح بلا نوش لا تعد بلا نوش الله عليم زين هذا فيه يومي هذا كان معايا زميلك حسن والشاش وخيرت وذكر لك طاع بينك والله حسني ومنين سولت عنه قال انه ما يحكي ما يحكي حسني قط انا هو تعرف دائما اصحاب حتى واخوت قاع وعندنا ذي الفتره حاج لك من قد الاتحاد ما انا على جهه غير بعد ذاك ما صرت بارك الله علينا احنا لا اصحاب وساك وعدت انا ساكن في ايده ساكن ولا جابرنا وعدنا نصلوا في المسيد ولا لا لا جابر هي ثقيل هم حسني انا نختاروا على القطسه وانسان بلا وصف راه ولا خاص وطيب اللي ذاك تميت لي مشالي في الفيس قال لي نسدر في البيضان ونسوي الكل وقيت عنك غير تبان معناك مجبور تريد حلت يا كانوا عينوا على ذاك اللي قلت لك والله عينوا على جبارنا احنا فهموا تريزت شوي وعدت له نجاوبه جواب عام قلت له عن مثلك ما ينصاب توحشت وغنيت وذاك كيف الاصحاب وذاك كيف لفتيت قال لي قافك جاني ماني جاحد فوق اللي ظنيت غير ما جاني ما هو فتتنقليت قلت له قاف نقوله عجلان يجيك الى وليت وتسدارك في البيضان عن نبيه تمزريت قال لي ما نتمزرة ما نتمزرة حشاك لا اله الا الله ما نتغش مفغناك ما نتغش مفغناك وتسداري به بغيت نلقاك ولا نشاك عني بيت مزريت ما نشاك عني بيت مزريت قلت له ما تتمزرع حشاك عني اللي عزيت ما تتمزرع حشاك عني اللي عزيت ما تتمزرع حشاك عني اللي عزيت وتاري حتى ملقاك ومرضيك ولا تيت انا فهمت شو اللي عني رانا توافقنا تو فهمت اكل عين علي رضيك ولا تيت قال لي ما نجلج محال ما نزجلج محال ما نزجلج محال وابدا وانت لا تيت تراضي حد قبال وانت ما افترضيت انت ما افترضيت قلت له بدعك قلت له بدعك به اللي رتام رضاني العزيت
وصلتك ما في معظم عني نجلشتيت. قال لي بردت أخلاقي جاد قبال منين رضيت وبردت أخلاقي زاد في القطاع ولبتيت. قلت له قطاعك ذا مني طيب ذا اللي وسيت ما خليته يعني مكر لي لفتيت. وفين فهمت يا قاعد التهو الله وكر لفتيت لا البدايه للنهايه كنايه يعني وحسني راه ولك انسان غريب. شفت حداثته ذيك اللي عدل غزه ذيك وذوك العلب الواقف مجروح في بلو ذاك ومتالم لكان يقدي بوحي غير الله ما يتكارك عنه ذا العلب وجع وحسينا احنا في قلوبنا بينا زين ما هو محتاج ويقول لك شي من الناس الى طيت حلاه ساعه تتمنى عند الله عمرك كامل تعطيه معه ويتم طوفك والطوف وش من الناس اللي عند تراه تتمنى متى تشوف هو طريف طريف حتى طريف حسني ما هو محتاج والله ما لا زيدنا من انتاجك قط عبد الله والحميد حيث انا وانا جزاق له ياسر من القطاعات يا غير ام اللي لافذ المنوال قط النهارات تميت لينا. قال لي كنت انا نصبح وماسيك بهمي فيك ويصلح ذاك ومن دارتي الخش وماسيك وماسيني ما تيتنراك لافذ اللي طالقتك حنا متعاقبين في السياسه درك زين حتى يا غير بعد لا تم اصحابه جيني عبد الله نقعد بغايته ونجيهان ام اللي قال لي قلت له ما تيتجيني واستغنيت عني ما تيتجيني واستغنيت عني ولا عدت شمذاك تنعت لي عنك ما تيت كيف كنت معايا حشاك. قال لي عوداني عن ذاك استغنيت ما فت استغنيت الى ذاك ولا نساك ويسوى اعطيت عنك محال اني ننساك. قلت له ما نساك سوى قد لطيت عني زدانة ينهواك وعودانك ما فت استغنيت عن ذاك لا وضح لي ذاك وتعرف. قال لي ما نستغنى عن بدع غنى وعن مجلس منك طيب حك الاخلاق ولا نستغنى عن زاد دواك دوايا وقت دواك. قلت له ما يقرر فيك لا جيت ما يقرر فيك لا ريت مجلس طيب اذا بلغ لك وفيكم اللي كانت دويت بالعجله ما يقرر له. قال لي ما قط وقرر دون طناب في ذاك ولا ذاك اياك وتعرف عني يا اغلى الاصحاب ماني وحدي لذاك فذاك الصعد له مس هذا. قلت له هو هام ولا نرجع بحالتنا الاولى. قلت له منين تخمم ذا مدروك باش ترى لهواك ودواك تولي انت هو هذوك تولي انتم هذوك نولوا احنا هما هذوك تولي انت هو هذاك. زين حتى هذا ان شاء الله القطاعات زينين ورائعين نختار مع الوقت مات ياسر واحنا كنا نختار ونعرف شوي نحكوا في ياسر نختارك تخرص لي شيء من توحيد و الله نحكي لك والله اللي لذاك نحكي لك طلع على الرجال واللي ما يداح واستاذي مولي ما قد نحكي شيء ما وخط عليه هو اللي كان الشيخ في الغنى قاعد الله يقول لمحمد باباه عزوني في الصاحب الاديب لمونك الكريم الخطيب النسيب الثبت النجيب العابد الموحد عالم مولانا ذات ويم وطيب واخلاق اللي يمشي وثالم المروه والدين العجيب الغريب اللي ما تسالم محمد عجيب وغريب عالم كيف تبوه العالم ذيك السيره ما يخطاها ما يكذب كيف احمد سالم وكيف احمد سالم نزاهه وكيف احمد سالم مسالم سالم ولا ثم مرثيه لك قد سمعتها ونختار نسمع ذيك كان مرثيه والدتي ربيتينا بالقناعه وكبرنا من ذاك الشباعه ولبسنا منه دراعه وقرينا وشرينا الكتب وبدعنا عندنا بداعة البدع اللي ما هو مشعوب علمتنا ذيك الساعة عنه حد يجيب المطلوب وعلمتنا فن الطاعة للمولى علام الغيوب والتواضع والرفاعة الفاصل هو والمكوب والوسانة ما نذمه طبع اللي منك مجيوب وبداغ منادم لابن امه واللي صيدح يخلق مدو فيه ما ملينا من المجلس معاك والله لكن الوقت ما يرحم الله نختار وتقدم نصيحة شوي للشباب المبدعين المبدعين انا بعد اللي انا اختيرهم يتموا يشوفوا اللي عدلوا الناس الاولى ويشوفوا الفرق بينه واللي عدلوا هما ويقيسوا عليه
ويتركزوا على اللي فيه الاخلاق والقيم، يعرفوا عن احنا جمهوريه اسلاميه موريتانيه وعندنا اللي قالوا الاخلاق والقيم والاديب لا بد من يعود عنده ادب القول وادب الفعلي، الادب القولي والادب الفعلي. ياك يعود اديب هذا هو اللي نستناه. دائما نختم البرنامج بقصه طريفه. اطراف قصه قط خلقت لي. عرف عني قط ساعه وفكتيت البيدن قال لك صير طرشان. ايوه. وجيتها ما نعرفها وجيت تناقلت مع يوم الجمعه استحمت قست نفسي. تميت الهوالي راح الواقف قال لي انت من جاي؟ قلت وانا مو فكتي هون طبيب وكذا انا على باب شي باني ابو 80 سنه. قال لي صليت؟ لا صليت واخذنا من سيد والي. هو قال لي وهاي لها عاوني في طفيل هون غادي علي. مشيت طفيل ماله قال لي ابوه متوفي الفجر وطار علي ظرف. وعدت اللي عجيب عندي انه اخذ على الناس ما يمشوا معي ولا يتكلموا. نقول لهم انتم راس من الشيطان. قلت انت طفل منين؟ قال لي هو اللي اثروا مر مع الاخلاق. قلت هو ابوه من هو؟ قال لي ابوه الشيطان بشعر جلي وجريت عنه. مين فجيت الخيمه الساكنه عند اهل مبارك ولا علي؟ قالوا لي اقلع ابوك يتمك ذاك الحضرامي والسويدي ما يجي حد للدشره ما جواه فيه. وبقيت انا خايف منه. ومن عاد الدحمي الصبح طلعت شرطه هو اللي هو جاي. قال لي وش حالك معاه؟ قلت له يا ابوي لك انت اللي ما قالك تماس انك من الاخر. وهو راجل فضيل من السماء سيد قال الحضرامي السويدي وراني قايل لك عنه زول عقلي تماما خلعني انا ما ضل نجري معاه والخلق شفته ما مشى معاه. وقال لي هو ابوه الشيطان. قلت له الشيطان شنو؟ خلعت شعر انجلي وهربت عنه وجاد نجري راعي فيه يضحك. طريف جدا. كان بودنا نكمل الوقت الوقت ما يرحم. كيف تعرف مشاهدينا الكرام إلى حلقة قادمة من برنامج ضيف الأدب. نودعكم على أمل اللقاء بكم بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين نشكر باسمكم الأديب الكبير عبد بيدي والسالم. وهذه تحياتي ميدا للشيخ محمد دو. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.